ده كلام. انا مشكورك جدا على الاضاءات والايضاحات لما قبل ثوره 23/52. هو السؤال اللي يطرح نفسه، الثوره يوم ما تم كان الرئيس عبد الناصر عنده 34 سنه وحضرتك 23 سنه بالظبط كده، وبقيه الضباط في المتوسط ده ما بين الاثنين، مفيش حد اكبر شويه تقريبا. يا ترى الشباب ده في هذه اللحظه وهو بيعمل الثوره او الانقلاب زي ما تسمى في اول لحظه او زي ما ثمان الحركه او الحركه زي ما هي سميت نفسها، والبعض قالوا الانقلاب، لكن صحيح هو في البدايه كان كده، كان في وانتم بتعملوا ده القضيه دي هي اللي كانت دفعه طبعا، ولا انتوا كنتوا عايزين السلطه؟ لا يا ناس، لا 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 خالص، قوه السلاح تخليكم تتحركوا، لا 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 خالص، لا 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 عشان كده ايه يعني يا صاحب الجيش خد السلطه، لكن الهدف الاساسي كان اخراج الجنس، ده الموضوع الاساسي. الحاجه الثانيه كان القضيه الاجتماعيه كانت ورد، بس كان ممكن يعدموك طبعا، يعني كان في ذهنكم انه طبعا دول طبعا ده تمرد عسكري شباب، ما ده الشباب، ده الشباب يعني ده وطن، انت بتدافع عن وطن. كان مفروض ان التحرك بيكون الساعه واحده، ولكن في واحد اعتقد ان التحرك الساعة 12 اللي هو يوسف منصور صديق، واتحرك قبل الميعاد بساعة فقابلناه في السكة، قلنا له ايه اللي محركك بدري؟ قال الميعاد 12، قلنا له لا الميعاد الساعة واحدة، قال على العموم انا اتحركت الساعة 12، قلنا له تعالى بقى نطلع على القيادة، بنحتل القيادة ونعتقل الناس اللي هناك. بس خلي بالك التربية العسكرية هي خصوصا التربية العسكرية، انت رايح شغلتك تدافع عن بلدك ومستعد تموت من اجل هذه البلد، ففي تربيه عسكريه بتتحط بتتعمل بشكل معين بتخلي فعلا اندماج الشخص في الوطن شيء. ما كانش بحث عن السلطه، لا يعني محمد فايق ساعتها مع الاحتفاظ بالالقاب ما كانش يحلم انه بعد كده هيبقى الوزير محمد فايق مسؤول في المخابرات ومسؤول، لا لا خالص، ولا جمال عبد الناصر كان بيحلم يبقى رئيس. هقول لك حاجه، الضباط وقتها كانوا مميزين بشكل كبير جدا في المجتمع، معنى الضابط عندما يصل الى عقيد يبقى به درجه ثانيه، لما يبقى من بكويه بكويه، لما يبقى عميد او اللي كان زمان ده امير الله، امير الله حتى الاسماء امير الله، يبقى بدرجه اولى، اول ما يصل له يبقى باشا. صحيح الفكرة في إدخاله في المجتمع الرسمي ولو حتى بالاسم يعني، إنما في النهاية فكان المستقبل الضابط مستقبل بالإضافة طبعا إلى يعني ممكن يوصل لأي يعني، فما كانش ده تفكير إطلاقا، حكاية إنك أنت اللي هي إنك تغتني إطلاقا، ده بالعكس يعني بالعكس خالص يعني. كانت مغامرة صعبة خطيرة، كل ده أكيد كانت مؤامرة صعبة. حضرتك بعد ما تم تحرك من 22 يونيو الحركة المباركة زي ما سميت ساعتها، هل فاجئكم وهل كان حقيقي الأول إنه كان في تأييد جماهيري ولا ده كلام يعني إحنا بنسمعه؟ لا يعني سكة واحدة برضه لازم نرجع من الأول، هي الظروف كانت تأزمت في المجتمع بشكل كبير جدا، مظاهرة بتطلع عملية الفقر والجهل والمرض، وطبعا الملك عايش في حتة تانية خالص، يقول لك أين الغذاء والكساء يا ملك النساء، ده كانت مظاهرات الأفاه، الناس كانت مشاريع تطلع مشاريع للقضاء على العفاء، يعني حال المجتمع أصبح بشكل كبير جدا، الناس عايشة على بصرة وملح وبتاع، دول حاجات كبيرة جدا من الفلاحين، فالبعد الاجتماعي كان وارد، بعد الاجتماعي هذا الفلاح كان مقبول الى درجه ما عندكش فكره ازاي، فدي العوامل الحقيقيه. بس انا بالنسبه لي انا كان العامل الاساسي هو اخراج الاستعمار، انا كان موضوع الاستعمار ده، وكان فكره التفرقه العنصريه والحاجات دي، لان في كان كتب بتتكلم يعني صعب قوي، اتكلموا على الافارقه واتكلموا على من هو ليس اوروبيا علينا حاجه ثانيه. لو رجع الزمن للاستاذ محمد فايق مره ثانيه،
ونفس الاختيارات قدامك، هل حضرتك كنت هتختار محمد بك ب فاي او محمد بك الف فاي او محمد باشا اللواء محمد باشا فاي، ولا الاختيار اللي حصل برغم من كل ما ترتب عليه وهنتكلم فيه بعد شويه اللي هو اختيار ثوره 13؟ هو طبعا الفكره صعبه حاجات ترجع لورا، لان انت عندما تكون ساقط الى ابعد الحدود، يعني زي ما بنقول لك سائر سائر، يعني سائر يعني ساقط على الاوضاع كيف اتقبل. فما في شك يعني من ناحيه كيف الثوره طبعا كنت انضم للثوره كل تاكيد، يعني لان الاوضاع كانت واقفه في درجه يعني زي ما بقولوا يعني سكه مقفوله. هو عندما يمسد باب الاصلاح على طول الناس بتفكر في التغيير، فكان واحنا ماشيين لما بلبس عسكري وانزل الناس تقول انت مستنيين ايه؟ ما تتحركوا. كان لازم الواحد كان حتى ما يعني ما يحبش يلبس رسمي وهو نازل عشان الحكايات، الناس واقفين في الشارع مستنيين ايه؟ ما تتحركوا. فكان الاوضاع النظام كان انتهى، وكان اي حد ممكن يقوم، يعني كان اي قوة اخرى، بس ما كانش فيه غير القوة اللي تستطيع ان تقوم، لا الاخوان ولا الخواجه. الثورة عدى عليها 71 سنة، حضرتك قضيت فيها كل مراحلها لغاية رحيل الرئيس عبد الناصر في سبتمبر 70، وبعد كده جت مرحلة تانية، لكن حضرتك هنعتبر ان دي الثورة كما عشتها بانجازاتها واخفاقاتها، ولها من الاثنين الكتير. لو انت تاني بغض النظر عن مغامرة 23 يوليو، لكن مسيرة ثورة 23 حضرتك درجة رضاك عنها بنجاحاتها ويعني فشلها كم في المية على المسيرة كلها داخلي وخارجي؟ لغاية دلوقتي ولا لغاية ما انت لغاية ما خرجت؟ لغاية ما خرجت يعني طبعا لغاية ما خرجت من الحكم، يعني لغاية ما خلص ما توفى الرئيس عبد الناصر ودخلت السجن. اعتقد انها كانت رحلة مهمة جدا، كان ممكن تبقى احسن.